جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للأخ الأكبر حرمان إخوته العشرة من ميراث أبيهم من بيت كبير وإعطائه للأخ الأصغر فقط بحجة أن الطبيب ينذره بفقدان السمع بعد 5 سنوات، مع العلم أن هذا الأخ في ريعان الشباب ويعمل هنا بالمملكة ومرتبه يعينه على تكوين مستقبله وزواجه؟ جزاكم الله خيرا. هذا ظلم واغتصاب، لا يجوز حرمان ورثة من ميراثهم وإعطاؤه لأخيهم الأصغر إلا برضاهم. إذا رضوا بذلك وتبرعوا به لأخيهم الأصغر الحمد لله وهم على أجر في ذلك، أما إذا لم يرضوا ولم يسمحوا فلا يجوز أخذ مواريثهم أو ميراثهم وإعطاؤه لهذا الصغير أو هذا المصاب كما ذكر السائل إلا برضاهم واختيارهم. وإذا أراد هذا أن ينفع أخاه فلينفعه من ماله الخاص ولا يجبر إخوانه على أخذ أمواله. نعم.